تفاعلت ولاية أمن مكناس بسرعة وجدية كبيرة مع مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر قيام شخص بتعريض صاحب محل تجاري لاعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض. وباشرت المصالح الأمنية بمكناس الأبحاث والتحريات التي أظهر أن الأمر يتعلق بقضية سبق وأن عالجتها مصالح الشرطة بنفس المدينة. وكانت مصالح الأمن الوطني قد توصلت بتاريخ 09 مايو الجاري بإشعار حول تورط المشتبه في الاعتداء على صاحب محل تجاري. وحسب المعطيات المتوفرة فإن المشتبه فيه قد ألحق لخسائر مادية بالواجهة الزجاجية وسيارة خاصة بالقرب من هذا المحل التجاري. وتم على الفور فتح بحث مكن من تحديد هويته وتوقيفه من قبل عناصر فرقة مكافحة العصابات، وذلك بعد وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة.